اسمعي. طيب على صعيد اخر برضه في الفتره اللي هي بتاعت السبع تمن ايام دول، قعدت تسالني تقول لي سبع تمن ايام اقول لك تاخد اجازه، اقول لك لا يا عم، انا في الايام اللي فاتت دي الايام دخلت في بعضيها، يعني انت مش فاهم انت الحد ولا الاثنين، انت الصبح ولا بالليل، انت المفروض تتسحر ولا رمضان خلص، انت المفروض تاكل ولا دلوقتي انت نايم، طب انت صاحي ولا تحس ان انت بتلف حوالين نفسك شويه، انت فين اصلا يعني فاهم؟ في الثمان ايام دول حصل حاجات كتير، يعني ايه فتره الغيبوبه اللي انت كنت تصحى تبص فيها على الاخبار وبعدين تختفي تاني في الغيبوبه اللي هي الزحاليق اللي احنا كنا فيها دي. من ضمن الحاجات اللي حصلت موضوع اللي اتفتح تاني الترجي والوداد. الترجي والوداد دي واحده من اغرب القضايا اللي حصلت في افريقيا الكرويه. انا لا بتكلم معه ولا بتكلم ضد، لا مع ده ولا مع ده، بس اتكلمك انا دايما ايه بستخدم حاله التوصيف في القضايا الجدليه. الناس اللي متابعاني من زمان عارفين كويس قوي القضايا الجدليه دائما وابدا تحمل مفترق طرق بالنسبه للجماهير، قد يصل الامر الى حد الفتنه. فحتى لو انت عندك راي معين في هذه القصه أتعامل دائما مع الموضوع بالتوصيف على أن يكون هناك أحد الطرفين أو الطرفين موجودين يشرحوا. بتكلم الوداد والترجي. أعمل ده حتى ولو بتكلم في قضايا عربية ماهيش قضايا مصرية، يعني إحنا مش بتكلم في أهلي وزمالك، بتكلم ترجي وداد. ترجي التونسي والوداد المغربي. ده من باب التقدير والاحترام حتى ولو ده هيعمل فتنة بين أندية عربية ماهياش حتى كمان أندية مصرية. فتوصيف الحالة ليه بقول لكم غريبة؟ توصيف الحالة ليه؟ ماتش اتلعب، هدف سجل للوداد، فار عطل، مشكلة كبيرة، أزمة حصلت، إعلان الترجي فائزا بالبطولة، ثم العودة مرة أخرى يقول لك لا الوداد، ثم تروح القضية للكاف، ثم اللجنة التأديبية واللجنة ما أعرفش تطلع الترجي هو اللي فائز، ثم يذهب الموضوع مرة أخرى للكاس. فتكون شهادة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الترجي الذي فاز بالبطولة وتم إعلانه رسميا من الكاف بالفوز بيها. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، أنا بقول لك بس علامات استفهام، شوف أنا بستخدم لك التوصيف اللي بيحصل. السؤال اللي بيطرح نفسه، اللجنة التأديبية في الاتحاد أو لجنة التظلمات أو اللجنة المفروض إن هي كانت ينظر قدامها الموضوع ده في الاتحاد الإفريقي، هو السؤال بس انا بقول لك بس علامات استفهام، كلها علامات استفهام محتاجه اجابات مش محتاجه حاجه تانية. هي اللجنه دي بناء على ايه منحت الترجي اللقب ورئيس الاتحاد الافريقي نفسه طلع في المحكمه الدوليه الكاس قال لك فيها انه رئيس الترجي هددني وهدد الناس اللي موجودين بأزمة كبيرة تحصل في أرض الملعب. طب هل رواية رئيس الاتحاد الإفريقي لم يعمل بيها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي؟ مجرد أسئلة، عشان كده بقول لك موضوع غريب. لم يعمل بيها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي نفسه ويعمل بهذه الشهادة في الكاس؟ فعلامات استفهام كتيرة أنت ما تقدرش تفهم إيه. خليني أقول لك تقرير تفاصيل شهادة مراقب مباراة الترجي والوداد. الموريتاني احمد ولدي يحيى مراقب مباراه الوداد والترجي وفقا لموقع ال اي 360 المغربي، قال لك خلال شهادته امام محكمه التحكيم قال لك الوداد لم ينسحب امام الترجي بسبب تقنيه حكم الفيديو المساعد، وان احمد رئيس الكونفدراليه الافريقيه او رئيس الاتحاد يعني طلب منه انه يبلغ بكاري جسامه الحكم اللي كان بيدير اللقاء بانهاء اللقاء. احمد ولدي يحيى رفع تقرير للكاف حط فيه العديد من المعطيات اللي بتخص الأحداث اللي رافقت هذا النهائي اللي عرف تجاوزات كبيرة جدا. أنا واخد بالي أن أنا بقرأ الخبر من موقع مغربي، فأكيد الموقع المغربي بيعرض الموضوع من وجهة النظر المغربية، بس بقدر حضرتك وهنحاول يكون معانا حد كمان يسند معانا من الجانب التونسي ومن نادي الترجي، نحاول نتواصل يعني. فقالك أنه قد عرف هذا اللقاء بتجاوزات كبيرة من الفريق التونسي. قالك حكم اللقاء رفض هدفا شرعيا للوداد سجله اللاعب وليد الكارتي الى جانب تعطيل تقنيه الفار، ودي احداث حقيقيه، تعطيل تقنيه الفار ده حدث حقيقي، توصيف حقيقي،
الهدف كان صحيحا، ده حقيقي. قال لك وادلى احمد احمد بدوره بشهادته في القضيه، وكشف الستاره عن تعرضه لتهديدات كثيره من مسؤولي الترجي التونسي من اجل حسم اجراءات التتويج بشكل رسمي واقصاء الوداد بذريعه تعطيل عوده اللقاء او انه ثوره ما قد تندلع. محكمه التحكيم الرياضي اجلت الحكم النهائي بشان لقب دوري ابطال افريقيا. محكمه التحكيم الرياضي اللي هي الكاس اجلت البت في الجلسه اللي عقدتها يوم الجمعه 29 مايو للنظر في شكوى الوداد ضد الترجي وضد قرار لجنه الطوارئ بالكاف بعد الاستماع لكل الشهود. جريده المنتخب المغربيه قالت لك انه من المرجح بعد التداول في الملف ان يصدر القرار النهائي من الكاس يوم الاثنين او الثلاثه القادمين كاقصى تقدير للاطلاع على كل الشهادات. طيب زمايلي في الاعداد بلغوني انه احنا بنتواصل حقيقه من قبل البرنامج برضه عشان حضرتك كنت معانا في الصوره قبل البرنامج ان يكون معانا حد من مسؤولين نادي الترجي التونسي للتعقيب او التعليق على الموقف، ورافضين مش عايزين يتكلموا لهم مطلق الحريه، وكاننا نافذه مفتوحه على الكل في